هنقطع لك هنقطع 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 لك هنقطع لك لي غير شي حد ساعه ما التليفون عنده كيقول لك 50 درهم باش تشري ليه الباتري. عنده الباتري صافي دابا الا تشارجيتو صافي كيمشي ليه الضو دغيا. عامين وانت كتنعسي في الزنقه. عامين وانت في الزنقه. في كل مره فين؟ كل مره فين؟ في كل مره فين؟ واخا ما لقيتي حباب، ما لقيتي خوت، ما لقيتي عائله، ما لقيتي. خواتاتو ما كنمشيش عندهم. ما كتمشيش عندهم. ما كنمشيش عندهم. حيتاش عندهم رجالهم. هزي الميكرو، خذي الميكرو عندك، خذي الثقات، خذي الميكرو عندك، خذي. لا حول ولا قوة الا بالله. ما لقيتهاش يا خويا. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. حنا الآن مع هاد السيدة هذه اللي تقريبا كتبلغ من العمر 55 عام. هاد السيدة هذه نهار مات الزوج ديالها دابا المدة ديال شي عامين، نهار توفى الزوج ديالها زراو عليها عائلة راجلها الزنقة. السيدة مريضة بالقلب، مريضة بزاف، مريضة بالأعصاب. لا أعصاب خليها في القلب. كتنعس غير في الزنقة المدة ديال عامين، وهي كتنعس هنايا في الزنقة. لا حنين لا رحيم، عائلة راجلها ما عقلوش عليها، هي كتنعس غير في قدام الجوامع في الشارع. السلام عليكم. واخا لالا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو المشكل اللي عندك؟ انايا كنت مزوجه براجلي، هادي 6 سنين، وكنت انا وياه مزيان مساعدي، مطلي فيا ومطلي فيه، زعما ما كاين شي مشكل بعضياتنا. ومرض ليا، انا مرض ليا، بقيت كندير للسبيطار ناس، مره كاين ناس شهر ونخرجوه، مره شهر وناس، في كل خطره شحال كان كيناس ليا في السبيطار. ومرض بالاعصاب، ومرض عنده كان السكر، وعنده مرض بزاف. وكان ومني كنعسو انا كنبقى كنبات معاها في الجرده، كنطلع في راجلي، ما كنجيش كاع على الطريق مقابله راجلي، مقابله راجلي حتى توفى راجلي. مني مات راجلي، نهار فاش توفى كيما وقفوا في الدرجه وحيدوا لي السوارات، هجموا عليا، هجموا عليا وحيدوا لي السوارات ديال الدار. عائلة ديال راجلي وحيدوا لي السوارات، حيدوا لي السوارات ديال الدار وتعصبوني. ومني جاو يغسلوه وكفنوه ما خلاونيش نشوفه، بقات فيا غدا ما شفتش راجلي الجلده ديالو، ما شفتوش راجلي. تخرجوه الاخت، تخرجوه مني خرجوه، شدوا عليا تخرجي تخرجي، قالوا لك صافي انتيا تخرجي، ما عندكش الدراري، خاصك دابا خاصك تخرجي. قلت لهم انا تبدلات حياتي، ما بقيتش كيش انا، وتغيرت وجاني الاعصاب، ومشيت للسبيطار وزاتني لابينا ناس، وجيت من السبيطار دخلت الدار. مره كيجيو تيهدوني، تيقولي لا خرجتي الزنقه راه نعورو لك عينك ما تشوفش الباب، راه حنا نقتلوك ونديروك في شكاره الميكا ونلوحوك. وعائله راجلي وكيقولوا لي حنا شنو عندك دابا انت عامين وانت كتنعسي في الزنقه؟ تيقولوا لي يا ودي حنايا تخرجي، هذه دارنا، انت ما عندك والو غتخرجي الزنقه. قلت لهم الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم، خليوني غير في البيت فين ما تراجلي، ومني تعطيوني الا خصه من الله. وهذيك الساعه ارض الله واسعه، كيقول لك بغيتي انت تجلس لينا عام في الدار؟ لا ما تجلسيش لينا عام في الدار، انت بغيتي تجلسي لينا عام في الدار؟ يلا خلوني وردوني الناس. وخرجت والبرد والشتاء ومريضة، عندي الأعصاب، دخل لي الأعصاب في القلب، توصلت دابا لفتح جوج العمليات دابا اللي الأولى درتها وأنا غدا في الثانية، ولقيت حياتي مشات، ما نقدر دابا لا نخدم ولا نردم ولا ندير شي حاجة، صحتي مشات، دابت ليا صحتي مشات، ما بقتني جهد، ما بقتني قوة اللي غادي، دابا وليت ما الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
فهمتي شنو المعاناة اللي عانيتي في الزنقات لمدة ديال عامين؟ أنا كنت كنخاف منهم، كنخاف منه كنت كنخاف كنخاف منهم، وكن غف التران كنمشي للاكار، لاكار ديال التران كنبقى تما تما مع المسافرين تما فين كنبقى كنصافي حتى بالنهار. انا كندوزو في الجرده ونمشي للجامعه نصلي، وفي الليل كنمشي لبلاصه التران تما فين كن تما فين كنكون. البرد عليكم؟ البرد عليا والشتا عليا والبرد عليا. الايامات جاتني جات لي الشتا، دخلت عليا الشتا ومرات، مشيت للسبيطار في الشتا، كلشي شافوني الناس في السبيطار كان بكي، كل واحد شنو 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 جاب لي الناكل، جابوا لي الناكل الناس، بقيت فيهم صبط فازق ليا حوايجي كلشي فازقين، غير عطاني شي حد شي حاجة راني كنشدها، وما عطاني شي حد شي حاجة كنبقى بالجوع نقيل بالجوع نبات بالجوع وعندي الدوايات. شنو بغيت تقولي لعائلة راجل اللي خلاوك بحال هكا؟ شنو كيفاش؟ جاوبي التليفون، شي واحد كيتصل بيك جاوبي التليفون. شنو ديالي وقت هذا؟ نقطع راه قطع. شنو واش بغيت تقولي لعائلة راجلك اللي خلاوكم في الحالة هادي؟ واش بغيت تقولي لهم؟ يعني عامين وانت كتعيش في الزنقة. دابا كنقول لهم إلا هداكم الله، راني عانيت وتقاسيت بزاف وتعذبت أنا ولا مع راجلي ولا معاكم انتوما، دابا يهداكم الله ديروا معايا شي حل، فين غادي نخبى راسي؟ راه أنا مرات مبقى لي والو، غادي نموت دابا، دير عليا الحل، نرجع تعطيوني فين نسكن، تراني راه في الزنقة، راني عيت بالزنقة والبرد، دابا تسكن فيا أي أمرة تسكن فيا. دابا كنطلب منكم إلا جزاكم الله بخير، هادشي تحد، متبقاش ديرو هاد العنف فيا، كتحلفو فيا وكتهدوني، ونقزو عليا واحد فيكم كان غيجيفني، وراجل ديال عم خوه ديال راجلي هو اللي حيد لي يدو، ما يجيفنيش كان غادي يقتلني، تما هما تيهدوني وحالفين فيا، وانا ما كنقدرش نشور، واخا داك الدار ما تنقدرش ندوز حداه، نشوف غير حوايجي اللي خليت، خرجت يدي على راسي قدام مول الحانوت، ما خديت لا جلابه لا حوايجي لا يديك لا يخليك، تلفازات جوج تلاجه حوايجي في البيت، وانا كنعاني برا. ودابا كنطلب منهم، انا الشيء اللي كنقول لكم نقولها ونعاودها، الله يجازيكم بخير، ديروا معايا حل، ديروا معايا حل، وانا حالتي ما هي حاله، ما كناكل ما كنشرب، ما انا في خاطري، ما انا دابا انا وخرت غير في السبيطارات، دابا انا يا في السبيطارات، انا غنمشي للسبيطار الخميس، عندي غناخذ الورقه ديال سميتو ديال العمليه، نهار ديال البناج نهار الخميس غيعطي يحددني امتى غادي نفتح، ودخل لي الاعصاب في القلب ديالي من داك الوقت، وانا دخل لي الاعصاب في القلب ديالي غادي يقتلني، عيت بالدوايات وعيت بالليباري وعيت بكلشي، راه غير المحسنين اللي واقفين معايا. كيف ما سمعتوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، القصة ديال هاد السيدة هادي يعني اللي تقريبا عندها 55 عام، 2 عامين وهي كتعيش في الزنقة، كتنعس حدا الجوامع، كتنعس في ليكار ديال الترانات. نداء للعائلة الزوج ديالها، الله يرحم ليكم الوالدين، ديروا معاها شي حل، خليوها تجي للدار تسكن، يعني عامين وهي كتنعس غير في الزناقي قدام جوامع، وست سنين وهي هازة راجلها حتى مات الله يرحمه، الله يوسع عليه ضيقات القبور. السيده كتعاني من بزاف ديال الامراض، عندها الاعصاب في القلب ديالها، دارت العمليه الاولى، دابا عاوتاني غدير العمليه الثانيه، محتاجه ليكم، كتنعس غير في الزنقه، البرد، الشتا، لا حول ولا قوه الا بالله. ما عمري ما لبست القياسه الجديده ديال البرد. خلينا نحط لكم الرقم ديالها، النمرة ديالها هي 07-07-67-35.
86 60 الرقم ديالها هو 0767 35 86 60. نتمنى من الناس المحسنين يتعاونوا معها وينقذوها من الزنقة، لأن الشارع راه صعيب وفصل الشتاء هذا راه صعيب الحال عليها. الرقم ديالها هو 0767 35 86 60. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.